سي خالد، كما تطرقنا في عدة يعني مباشرة تتعلق بالمقابلات اللي جراهم لسعد الشابي، خصوصا في الآونة الأخيرة على مستوى البطولة الوطنية، وشفنا النتائج السلبية اللي حصل عليها الفريق يعني مع سعد الشابي، وشفنا الطريقة اللي ولا كيجري بها المجموعة اللي تقريبا ما عطاتش الأكل ديالها، وكان تقريبا كيتضاح جليل بأن النادي أو المسؤولين كانوا كيبحثوا على كيفية يعني الانفصال والتراضي مع سعد الشابي، لأن النتائج اللي كيبحث عليها الجمهور والمسيرين يعني ما تماشاتش مع المدرب التونسي سعد الشابي لعدة أمور. تقريبا الجماهير شفناها السنة هذه كانت واحد العزوف على الملعب العبدي بالجديدة، لان الجماهير الدكاليه والجماهير الجديديه كنعرفوها عاشقه النادي ديالها، كتبغي تشوف فريق الدفاع الحسني الجديدي يعني كيتلعب ادوار طلائعيه كما عودنا مع السي عبد الرحيم طريف في 2018 وفي 2019 تقريبا، ملي قاد الفريق ولعبوا في الشامبيونز ليج الافريقي، ملي كانوا لاعبين في مستوى عالي كازارو كاحداد، ملي رجع رضا الرياحي، هادو لاعبين صعصع. استسمح لي ما ذكرتش الاسماء ديال اللاعبين الاخرين، عندما فازوا مع السي بن شيخه بكأس العرش يعني الوحيدة أو اللقب الوحيد اللي كاين في خزينة ديال نادي الدفاع الحسني الجديدي، لكن الرؤية اللي كانت عند المسؤولين ولا عند المقترض ديال نادي الدفاع الحسني الجديدي هي أن كانت قيمة كبيرة، واحد المشروع يقدر يكون ويعطي الأكل ديالو مع سعد الشابي، خصوصا في بداية الموسم نظرا لعدة اعتبارات، من بينها أن سعد الشابي حقق يعني ألقاب أو لقبين هامين مع فريق الرجاء الرياضي بين قوسين يناقش، لأن السي جمال سلامي كان هو اللي خلى دار الدور كبير وخلى الفريق مراتب متقدمة لا في مستوى الكونفدرالية اللي ولا هو كان مستوى عنده مادام جبتي جمال سلامي ما نساوش المرور، لا ما نساوش المرور ديالو تا هو بجديدة. طيب طبيعة الحال كان عنده مرور أكيد مهم، أكيد بمدينة الجديدة. تكلمنا أن المشروع اللي تقريبا جاء على ودو المسؤولين مع السي الشابي ما لقاش النجاح ديالو نظرا لعده امور، بينها ان الفريق هذه السنه هذه بدا كيعتمد على ليجون او الابناء ديال الاكاديمي اللي كيتواجد فيها الاطار الوطني، اللاعب الدولي السي عزيز بودربالا اللي اكون له كل التقدير والاحترام لانه لاعب كبير واطار عنده واحد شوفه تقنيه يعني على المستوى الاكاديمي، شفناه ملي كان في الوداد صعد لاعبين مستوى عالي، الان جديد راه كاين واحد المشروع هو غادي في طور الانجاز هذا المشروع، وكيبان لك بانه غيعطي الاكل ديالو لو يعني الناس او الجمهور ديال جديده يعني صبر على هذا المشروع، ولكن خاصو يلقى واحد المدرب على الاقل محنك، مدرب اللي تكون عنده واحد الدرايه كبيره على المستوى ديال الفئات السنيه، ويعطي يعني فرصه كامله للاعبين ابناء المدرسه. هذيك الساعه الانسان صبر على واحد المشروع، هذيك الساعه ماشي مشكل يعني مع مرور الوقت سنه ولا سنتين كيخرج الى ارض الواقع وكي بعده كتكون نتائج ايجابيه. قلت لك انا المرحله ديال سعد الشابي ما نجحاتش بكل يعني كل مقاييس ديالها وكل مقاييس ديالها، لان سي سعد الشابي منذ المجيء ديالو باش نتكلموا بكل صراحه شفنا الخلافات اللي لقات بالظلال ديالها على اللاعبين، من ضمنها الخلاف اللي كان مع مثلا اللاعب ابن المدينه ابن الدفاع الحسني الجديد الان اللي كيتواجد حدراف، الاخ الاصغر ديال زكريا عبد الفتاح حدراف الان اللي تواجد في الجيش الملكي تمني التوفيق، هذا ابن الجديده كان عنده تجربه كانت عنده الحرفه كان من بين اللاعبين كان خصهم يكونوا ويأطروا اللاعبين الشباب اللي كيصعدوا من الاكاديميه ولا اللاعبين اللي كيجيو شباب اللي جاوا بريطي ثاني من انديه اخرى، يعني خص التواجد ديال اللاعبين يعني يكونوا ضروري في هذا المشروع، منخرطين في هذا المشروع، ماشي انت غدير هذا المشروع ديال انك تشبيب وغادي تشوفوا لاعبين يعني صغار السن ولكن ما غادي تشوفوش لاعبين ديال الخبره، هذا ما عمره غادي يعطي الاكل ديالو، وهذا هو السبب اللي خلى سعد الشابي ما كينجحش في هذه المهمه ديالو، نظرا لانه ما عرفش يتماشى مع الطريقه اللي كان خصو يجري بها المجموعه لا على مستوى التجربه ولا على مستوى التشبيب.